عاجل جدا، قاذفة استراتيجية أمريكية تنعطف فجأة وتدخل الأجواء المصرية. ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، أردوغان يرفع يده بإشارة ربع في الإمارات وجدل كبير. بننشر التفاصيل في الفيديو وتفاصيل تعميق المجرى الملاحي لقناة السويس. وننشر التفاصيل. وفي الفالنتاين، زواج داخل السجن في مصر. وتحذير عاجل من الحكومة المصرية لكل المصريين بشيء قادم لمصر. وتفاصيل اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وعاجل جدا، قاذفه استراتيجيه امريكيه تنعطف فجاه وتدخل الاجواء المصريه. وانطلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-52H من قاعدة في بريطانيا فجر يوم الاثنين للقيام بمهمة فوق أوروبا، حسبما أفادت مواقع للتتبع الملاحة الجوية. حسب بيانات المواقع، فإن قاذفتين رقم طائرتين 0038-61 و 0018-61 دخلتا أجواء البحر الأبيض المتوسط بعد عبورهما فوق مضيق جبل طارق، ونفذتا عملية التزود بالوقود جوا من طائرتين من نوع بوينغ KC-135. ثم انفصلت القاذفتان حسب متتبعين، حيث اختارت الأولى طريق العودة عبر أجواء إسبانيا، إما الثانية فقد واصلت مسارها حتى اقتربت من سواحل لبنان، ثم قامت بانعطاف مفاجئ باتجاه الجنوب لتدخل الأجواء المصرية. والأسبوع الماضي أعلنت الجوية الأمريكية في أوروبا نشر مجموعة من قاذفتها لاستراتيجية B-52H القادرة على حمل الرؤوس النووية في قاعدة فيرفورد ببريطانيا، وذلك وسط مزاعم الغرب بقرب ما ستقوم به روسيا مع أوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها موسكو، مؤكدة أن ليس لديها أدنى نية لمهاجمة أوكرانيا. في الأيام الأخيرة تحولت طائرات الاستطلاع الأمريكية والأطلسية إلى العمل على مدار 24 ساعة في المناطق القريبة من الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وفوق البحر الأسود. وتم رصد طائرة تجسس مسيرة أمريكية من طراز RQ-4A Global Hawk القادرة على التحليق على ارتفاعات عالية، وهي تعمل في الساعات الأخيرة في المجال الجوي الأوكراني بعدما أقلعت من قاعدة في إيطاليا. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي مفاجأة كبرى، أردوغان يرفع يده بإشارة ربع في الإمارات وجدل كبير. أثارت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو على سلم الطائرة بمناسبة زيارته للإمارات رافعا يده بإشارة ربع، حفيظ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الرئيس التركي أردوغان قد نشر الصورة ذاتها على حسابه في تويتر معلنا بدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذه العلاقات الذي اكتسبته علاقاتنا. وفيما تشير تغريدة أردوغان إلى أن الصورة التقطت أثناء بدء الرحلة إلى الإمارات، تعامل بعض رواد الإنترنت معها على أنها التقطت بعد انتهاء الزيارة في أبو ظبي. يشار أن أردوغان تعود على رسم هذه العلامة بالأصابع الأربعة التي يفسرها كثيرون على أنها إشارة ربع بدلالاتها السياسية المناهضة للقاهرة. المصدر معنا كان من الصفحة الرسمية لأردوغان على تويتر، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل تعميق المجرى الملاحي لقناة السويس.
أكد مهاب مميش مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات محور قناة السويس أن القناة كانت وستظل أسرع وأقرب شريان للملاحة بين الشرق والغرب. وصرح المهندس مميش بأن التنافسية مطلوبة ومصر قادرة على المنافسة وتطور من قدراتها. وأشار عبر قناة تيل إلى أنه تم حفر قناة السويس الجديدة في 11 شهر لمواكبة التطوير، حيث تم خفض مدة العبور نحو 50% بعدما كانت مدة العبور تستغرق 22 ساعة أصبحت 11 ساعة فقط. ولفت إلى أنه تم تعميق المجرى الملاحي ليصل إلى 24 متر. وتابع مصر مش ساكتة وبتطور من نفسها وهتبقى الأقوى. وأكد أنه لا وجه مقارنة بين قناة السويس وقناة الشمال، حيث أن قناة السويس يعبر بها 80 سفينة يوميا، بينما معدل عبور السفن في قناة الشمال يصل إلى 47 سفينة سنويا، وذلك بسبب ظروف الطقس بها وتكون الثلوج. وأوضح أن الوباء أثر في حركة التجارة العالمية، ولكن الهيئة تمكنت من الخروج من هذا الوضع. ذكر أن معدلات عبور السفن في أعلى مستوياتها حاليا، وشدد على أنه لا غنى عن قناة السويس. المصدر معانا كان من موقع القاهرة 24 المصري، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن قناة السويس بتدخل مليارات الدولارات لمصر، وهي من أساسيات الاقتصاد في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، والاهتمام بهذه القناة يعني هيدخل لمصر مليارات الدولارات. كلما اهتمنا بهذه القناة، كلما عملنا عليها خدمات مثل خدمات صيانة السفن أو يعني مراكز لخدمة هذه القناة، هيكون شيء كويس جدا في المستقبل. ولو كملنا حفر قناة السويس، يعني يبقى في قناتين مش قناة واحدة في منطقة السويس، هيبقى شيء كويس جدا ومش هيأثر على قناة السويس زي ما حصل في حادثة ايفر جيفن لما السفينة يعني وقفت المجرى الملاحي لقناة السويس. ولكن بفضل الله يعني الموضوع اتلم بسرعة، وقدرنا الحمد لله ان احنا يعني نطلع السفينة الجانحة. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وفي الفالنتين، بمناسبة الفالنتين، زواج داخل السجن في مصر واقعة غريبة كما وصفتها وسائل إعلام مصرية في عيد الحب، تمثلت بإلزام النيابة العامة شابا على تنفيذ وعده بالزواج من فتاة ادعت عليه بإقامة علاقة معها ورفض الزواج منها. السيدة قدمت بلاغا اتهمت فيه شاب 30 سنة بأنه وعدها بالزواج ولم يفي. وقامت الأجهزة الأمنية بالتأكد من صحة البلاغ ثم البحث لمدة قاربت 7 أشهر حتى قبضت على المتهم الذي اعترف بما فعله. وعند عرضه على النيابة اعترف بتلك العلاقة ووعد بتحمل مسؤولية ما ارتكبه. النيابة أمرت بعقد قران، وتم إحضار موثق شرعي مأذون بإشراف مسؤولي قسم شرطة المرج، وبعد ذلك تم إخلاء سبيل المتهم. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحذير عاجل من الحكومة المصرية لكل المصريين لشيء قادم لمصر. كشف خبراء الأرصاد الجوية في مصر عن اقتراب أخدود علوي بارد من شمالي البلاد، سيحدث انخفاضا شديدا في درجات الحرارة. الخبراء قالوا ان الأخدود يصاحبه نشاط متوسط للرياح على القاهرة والجيزة ومدن الصعيد والواحات، ونشاط أقوى نسبيا على خليجي السويس والعقبة ومدن البحر الأحمر، والرياح معتدلة على باقي الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، ومع ارتفاع أمواج ما بين متر إلى متر ونص، ربما تصل إلى 2 متر على البحر الأحمر في ساعات ما بعد الظهر نتيجة نشاط الرياح. تعاني مصر هذا الشتاء من انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس والانخداع من الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة. المصدر معنا كان من أخبار اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر،
يستحسن ان احنا ما نخففش هدومنا لسه الشتاء ما خلصش. فعلا ما ننخدعش بارتفاع درجات الحرارة، دي بتبقى حاجات مؤقتة، ولكن لسه زي ما حضراتكم عارفين ان الشتاء يعني في اخر هذا الفصل يعني بيحب يودع يعني البشر على الارض، وبيبقى فيه امطار غزيرة وبيبقى فيه رياح، فنخلي بالنا جدا وما نخففش هدومنا ونحافظ على نفسنا خصوصا في هذه الايام. ننتقل مع بعض الخبر اخر وتفاصيل اكتشاف اثار اقدام ديناصورات في مصر. اعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشتي اكتشاف آثار أقدام ديناصورات من آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي جنوب الصحراء الشرقية في مصر. قال الخشت إن الفريق البحثي بدأ عمله عام 2018 وقوامه 3 من العلماء المصريين بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي، تمكنوا من العثور على العديد من آثار الأقدام مختلفة الأحجام وعمق آثار هذه الأقدام باستخدام معادلات رياضية وبرامج متخصصة من التعرف على أوزان وأطوال بعض هذه الديناصورات من آكلات اللحوم، والتي قدرت أوزانها ب 500 كيلوغراما و 900 كيلوغراما. كما تم أيضا تحديد ديناصورات من آكلات الأعشاب، وتشير آثار أقدام الديناصورات إلى أن عمر هذه الديناصورات الجيولوجي أكثر من 70 مليون سنة، إذ كانت تعيش فيما يعرف بالعصر الكريتاسي العلوي الذي بدأ منذ نحو 100 مليون سنة وحتى 66 مليون سنة مضت، وهي فترة زمنية غير معروفة بشكل كبير وتحتاج إلى العديد من الدراسات المستقبلية. المصدر معنا كامل صحيفة مصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وحسب علمي وحسب ما قرأت أن مصر يعني من كام مليون سنة كانت عبارة عن غابات، وكان الأخضر بيغطيها وكان فيها كذا نهر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، ولكن زي ما حضراتكم عارفين بسبب التغيرات المناخية مصر على هذا الشكل، فيها نهر واحد وهو نهر النيل، وما فيهاش غابات زي دول أوروبا مثلا أو دول وسط أفريقيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. مسؤول مصري بيقول إن أوروبا قد تلجأ لمصر بسبب الأزمة مع روسيا. قال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات في مصر تامر أبو بكر إن أوروبا ستكون جادة لإيجاد بدائل للغاز الروسي، وقد تكون مصر هي البديل القريب والسريع. أوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على فضائية CBC أن مصر تطل على البحر الأحمر والمتوسط، وتستطيع إنشاء خط غاز ينقل الغاز المسال القادم من شرق البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر ويتم توزيعه على عدة دول. أكد أن معظم خطوط الغاز تم إيقافها حول العالم بسبب الخلافات الاقتصادية بين الدول في ظل الأزمة الحالية، كما أن مصر بها ميزة وهي وجود عنصر بشري كثيف مدرب في قطاع البترول. أضاف أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي خفف من استخدام الأنابيب، وهذا يتيح التصدير بأسعار أقل، مبينا أن ترسيم الحدود مع السعودية جعل هناك مناطق لطرح الاستكشافات في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الاكتشافات البحرية ستكون غنية لأنها تشبه حقل ظهر الذي تم استكشافه مؤخرا. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.